رياضيا، توج فريق اف سي بكأس البطولة لكرة القدم بالدائرة الثانية بعد فوزه على فريق استرا بملعب ادريس محمد عيا. تقرير عباس بكر مصطفى. جمعت المباراة النهائية بين فريقي اف سي لاماسيا مع نظيره اف سي استرا في بطولة كرة القدم الشبابية. بدأت المباراة بركلة عمدة بلدية الدائرة الثالثة إذانا ببدء المباراة النهائية للفريقين. الحماس كان السمة البارزة منذ انطلاق المباراة أملاً للظفر بكأس البطولة. أما في الدقيقة الثانية من بدء المباراة تمكن لاعب فريق اف سي لاماسيا ماتشي بوكاري بهز شباك فريق الخصم، وبعيد الهدف حاول لاعبو فريق اف سي استرا بترجيه كف الميزان بحيث سجل اللاعب أبكر محمد هدف التعادل. كما أن المباراة لقيت إعجابا من قبل المشجعين نظرا لمستوى المتقدم والراعي للفريقين. وفي الدقيقة 31 أضاف لاعب اف سي لاماسيا ماتشي بوكاري هدفا ثانيا لصالح فريقه، لينتهي الشوط الأول بهدفين لهدف لصالح فريق اف سي لاماسيا. الشوط الثاني عاد الفريقين بحماس ولياقة بدنية عالية طمعا لرفع كأس البطولة، وبعد عدة محاولات جاء خطأ لصالح فريق اف سي لاماسيا أعلن فيه الحكم ضربة جزاء، ولكن تمكن الحارس من التصدي لتصويب الهدف لتنتهي المباراة بهدفين لهدف لصالح فريق اف سي لاماسيا. وفي هذا الإطار فقد سر رئيس رابطة أنجمينا لكرة القدم عن إعجابه لكرة القدم الشبابية. وفي إيالات على اللعيبة ستأذير لجوار على إيالات الجالب وراكم يعني إيالة عندهم تالانت ودور نوري لك سولي كانت ديتو أنا ترازي مارنسوما جاي سي يعني فوتبول الجاي يروح أنا باس وده كله عشان كان كيف هم ما عندهم مساعدة ده شغل المدورة يعني نطل من الحكومة ستأذير الوزارة أنا الشباب والرياضة والفيدرالية تأذير لكرة القدم ورابطة كرة القدم لمدينة أنجمين عشان يساعدوا لي سوليك من 26 سنة جاي زي شامبيونات يعني. وفي الختام تم تقديم ظرفا ماليا للفريقين وتتويج فريق اف سي لاماسيا بكأس البطولة لهذا العام. إذن بهذا الخبر الرياضي ننهي النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الفضائية التادية من أنجمين. نشكركم على طيب الانتباه والمتابعة، نلقاكم دمتم في أمان الله.